أنسة، بكرة بدي أشوفك برات الحارة، نفس هيدا الوقت عم بستناكي، لا تتأخري، بخاطرك. يحيى فيك شي يا عمو؟ لا امي لا ما في شي. اكيد؟ ايه امي والله العظيم ما في شي. طيب مرحبا. أهلين. أنا اسمي يحيى. وأنا بدي فوت على بيتي لو سمحت. بعدين مو حلوة وقفتك هون، يعني هلأ إذا شافك حدا شو رح يقول علينا؟ والله مو حلو يا أخي، لو سمحت امشي. إيه معك حق، وأنا بأمر عيونك. شغل بالي عليكي، وين كنتي كل هالوقت؟ ولا شي يا عمو، كنت مع سريع. طمنيني يعني شو اخبارك؟ بس الله يكون بالعون يا عمو، يعني شو اخبارك؟ ما اشوفها. بتعرفي قصرت انا شوي مع المنصور، ان شاء الله هاليومين رح اعمل له زياره. ايه يا عمو ليش لا؟ بنروح كلنا سوا. ايه. يا عمو شو عملتي لنا اكله؟ مجدره. والله يا يامو بدك تسالي كرم، ليش العرسان ما عم يتقدموا لنا؟ هي بتجاوبك. خالة هي سرية عم تحكي من كون. أنا ما بعرف، بس يمكن قصدها إنه العرسان بيشوفونا معلمات مدرسة وهيك، فبيفكرونا شايفين حالنا. هلا أنتو شايفين حالكم؟ إيه والله مبين عليكم. إيه بيطلع لهم يا سناء، بيطلع لهم يشوفوا حالهم، ما شاء الله عليهم، دارسين ومتعلمين ومربيين، إيش وضل أكثر من هيك؟ وأنا وين حسدي يا ماما؟ أنتي تاج لكل الصبايا. بشطارتك ولطافتك ونظايفيتك بالبيت. بعدين العرسان شو بدهم من البنت غير نظافتها وتكون ست بيت؟ بهمهم هالشي اكثر ما تكون متعلمه. لك نيالك يا اختي شو نجمك عالي. ايه والله تتهني يا وداد. لك الله يخليكم لبعض، ما في احلى منكم بادبكم واخلاقكم العالي. تقبري يا حبيبتي يا سناء، كلك ذوق. لك روحوا الله يبعث لكم حظ احسن منكم. امين امين يا رب. كيفك؟ منيحة. هلا أنا قلت لك اسمي، بس لهلا ما عرفت. شو اسمك؟ ولشو بدك تعرف اسمي؟ كولو؟ شو فيها إذا عرفت اسمك؟ بعدين أنا قصدي شريف وحابب أخطبك، حرام شي. هلا إذا أنت عن جد جدي بكلامك، فما في داعي تعرف اسمي، لأنه أنت بتعرف وين بيت أهلي صح؟ هلا أنت ليش مكبرة الموضوع؟ والله ما فيها شي إذا عرفت اسمك. بعدين ما لازم نتعرف على بعض قبل ما أبعد أهلي لعندكم. أنا اسمي كرم، إن شاء الله تكون ارتحت هيك. شو ارتحت؟ قلبي من جوا ارتاح. وعلى فكرة اسمك كتير حلو. الله يحلي أيامك. هلأ حضرتك أنسة مدرسة ما هي؟ إيه نعم أنسة مدرسة، بس أنت ما قلت لي شو بتشتغل؟ أنا كنت اشتغل بلبنان تحت، بس لما صار الضرب عندكم هون أهلي نزحوا لهون وجيت سكنت معهم. ومين بيكونوا أهلك؟ أبي بيكون العقيد أو النار. يا أهلا وسهلا فيكم.
أنا صار لازم أمشي هلأ، بتعرف مو حلوة حدا يشوفنا واقفين. يلا بخاطرك. أنسة؟ بس مين يشوفك بكرة معي؟ ما بعرف، يلا بخاطرك. مع السلامة. واقف قدام باب بيتي. قلت لك عمي انا كنت مارق من هون. اياك اياك شوفك قدام باب بيتي مره ثانيه. عم تفهم؟ ماشي عمي بخاطرك. شباب الولد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسألوا شباب ما برد، بقلوا على بعضه اليومين ولا شغل لي بالي. كيفك يا بي؟ أهلين يا بي. يا مو أنا رح أغير أوعي وأجي ساعده. إيه الله يرضى عليك. وافي يا بي وافي. في حدا عم يضايقك بالحارة شي يا بي؟ شو هاد؟ لا يا بي ما في هيك شي بنوب. قصدي عم يلحقك يلطشك بسمعك كلام طالع نازل هيك ولا هيك. أعوذ بالله يا بي لا. ايه يا بي إذا حدا لطشك أو لحقك دغري لي يا بي. أمرك يا بي. روحي على أوضتك يا بي روحي. ابن عمي سمعان عنا شي؟ لا ما سمعت شي ربيعة ما سمعت شي. لكن ليش هيك عم تحكي معه؟ مش أذكرها إذا حدا ضايقها أو لطش أو سمع كلام لأمسع رقبته ولو كان ابن كبير الحارة. السلام عليكم أبو مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي أحلى كاسة شاي لأحلى معلم. الله يعطيك العافية يا أبو سليم. يا أبو مصطفى بس تسمح لي أوصل مشوار بدي أشوف بيت دلال بدي أورجيه. إيه شو عليه؟ بس في كم سؤال بدي اسالك يا ابو سليم قبل ما تروح. مور معلم. دخلك ابو النار شو مسموعياته عندكم بالحاره؟ هلا هو كان له مشاكل كثير بعدين عيل فرد عقله. اه وابنه سمعته مثل ابوه ولا لا؟ والله ما بعرف يا ابو مصطفى. ابنه كان عايش مع امه ببيروت وما بعرف ايش كان عاطل ولا منيح. انت ليش عم تسأل؟ والله اليوم يا ربيع على الاكل يعني يسلموا ايديك كثير طيب. صحة وهنا ابن عمي. على قلبك. وهي الشاي. تسلم ايديك يا بي. كرم عيونك يا بي. شو؟ شكلها ما في رجعة على القهوة اليوم؟ والله بعد الأكلة يعني ما في رجعة بنوب. براحتك تقبرني. تسلم ايديك. الله يسلمك. إن شاء الله صحة وهنا يا عم. هلا يا بي كرام. إيه يا بي. في حدا من أهل الحارة عم يزعجك أو يضايقك وأنت رايحة على المدرسة؟ لا يا بي، في شي؟ لا يا بي ما في شي ما في شي. أنا بهاليومين رح فاتح أهلي بالموضوع وخبرن عنك. وشو بدك تقلن؟ بدك تقلن إنه عم نلتقى وعم نحكي وهيك؟ طيب بلكي أخذوا شي فكرة غلط عني. لا لا مو هيك، رح أقول إني شفتك بالحارة من بعيد وعجبتيني. إذا هيك ماشي الحال. أنا تأخرت وصار لازم أمشي، بتعرف مو حلوة حدا يشوفنا واقفين مع بعض. يلا بخاطرك. الله معك. تبي على حالك. والله فرحتني يا مختار. معناتها شو رأيكم بكرة المساء نكتب الكتاب إذا ما عندكم مانع وأنا جاهز للي بدكم إياه؟ لا طبعا ما عندي مانع. خير البر عاجله. إن شاء الله ألف مبروك يا أبو قاسم.
الله يبارك فيك يا ابو عزام، يبارك فيكم جميعا. صدقوني يا جماعه انا كثير مبسوط، شنو جوازتي ميسره والحمد لله، وانا محظوظ فيكم ونعم الرجال امثالكم. الله يسلمك ويا ابو قاسم. الله يسلمك. سمعونا الفاتحه لين التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.